تعالى بقى نروح للعيبه تقدر تخطف كده وتجري. الجوله اللي جايه عموما هي مش جوله مغريه لان انت تعمل عليها تغييرات كتيره، فلو انت فرقتك واقفه على رجلها انا شايف ان انت ما تغيرش خالص وتصبر الجوله 33. ليه؟ عشان تخش جوله الدبل معاك تغييرين تعمل ماينس 4 ماينس 8 حتى 4 لعيبه تقدر تظبط شكل فريقك لجوله الدبل دي، خصوصا لو انت مش هتلعب الفري هيت. اللعيبه اللي انت ممكن تبص عليها المدى القصير للجوله الجولتين ثلاثه اللي جايين بالنسبه لي على راسهم ماتيتا كريستال بالاس، ده بيمر فتره كويسه جدا مش بس عشان الجول نسجله في ارسنال، هو فتره عموما كويسه. وزي ما كلمتك كده الاسبوع اللي فات ان كريستال بالاس واستون فيلا ما عندهمش صعود لدور الابطال ولا هبوط للدرجه الثانيه، ولكنهم مدربين في اول سنه ليهم فعايزين دايما يقدموا كره كويسه، شفنا فيلا بيعمل كده قصاد ارسنال. فبالنسبه لي ماتيتا هو لاعب سعره كويس وهيبقى عنده دبل، مش لاقيين اصلا مهاجمين نلاقيهم نلمهم من الشارع نلعبهم في الفرق، فماتيتا بالنسبه لي الاوبشن الاولاني. وكمان ماتشاتهم اللي جايه في اللي فاضل من الدوري مقبوله، اغلب الماتشات مقبوله. نفس الاختيار هينطبق على واحد من قلبين الدفاع يوكيم اندرسون ومارك جويهي، الاثنين بيزيدوا بيطلعوا في الكره الثابته كويس جدا، اوقات كمان الكره الطوليه اللي بيلعبوها وارد نشوف منها اسيست زي ما حصل مع اندرسون قصاد ارسنال. فدول خيارات كريستال بالاس. عندنا كمان حد زي نيك بوب من بيرني اللي كنت بكلمك عليه قبل كده، هو حارس عنده دبلين، سعره غالي سنه على الحراس اللي احنا بنحاول ندور فيهم اللي هم باربعه ونص وخمسه، ولكنه بيعمل سيفز كتيره، ماتشاته كويسه حتى ماتشات السنجل جيمينج بتاعته كويسه، فتقدر تخليه في دماغك. عندنا كمان ثنائي نيوكاسل فريزر وسام ماكسيمان، ولكن سام ماكسيمان لو انت هتجيبه للدبل جيمينج اجله الجوله اللي جايه. ليه؟ لان سام ماكسيمان بيتصفى اي وقت، كمان ترقيصه والحركات اللي بيعملها بياخد اوضاع غلط بجسمه فوارد جدا في وقت يخرج مصاب، فحاول تاخره لحد الجوله 33. فريزر مع الكور الثابته اقل سيكه الفتره دي، بس هو مازال واحد من اللعيبه اللي انت ممكن تبص عليها. في رايي كمان في نيوكاسل فابيان شار لاعب مهم جدا، زياده عن ان هو مدافع وبيزيد كتير وبيلعب كور طويله كتير، فكمان بدا ياخد جزء من الفاولات. واخيرا واللعيبه اللي هي يعني حبه فوق وحبه تحت، لعيبه مانشستر يونايتد كلهم، رونالدو، برونو فرنانديز، وجيدون سانشو، ثلاثه عندهم ايفرتون، بس خلي بالك وانت هتجيب لاعب من مانشستر فهو هيلعب يوم السبت الظهر فانت تبقى صايم، فلو انت مش هتستحمل ما تجيبش عشان صيامك هتخسر. وبعد كده عندنا نورويتش في ملعب مانشستر يونايتد وليفربول اوي، فنورويتش ده ماتش مغري جدا تقدر ترسك عليه. ليفربول ما فيش حاجه مضمونه، ليفربول قصاد يونايتد والدوري وازاي بنوع ليفربول من الدوري، بس فريق مانشستر ما تعتمدش عليها بجنيه. فبالنسبه لي هو لعيبه بنت لجوله او لجولتين مش اكتر من كده خالص.